السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءة خاصة هتلاقوا لينك الأدمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف، واللي منكم عايز يتابعني على الفيسبوك نفس اللينك حبايب قلبي. طيب، رسالة اليوم حبايب قلبي، الرسالة هنا عايزة توصل لك، اوعى تبص لنفسك في المراية وتقول انا كبرت في العمر، انا القطر هيفوتني، انا مش هتجوز، انا مش هيحصل معايا كذا او كذا او كذا. يمكن انت شخص في حياتك شفت كتير. عارفين يعني ايه شفته كتير؟ يعني الانسان حبيبي ما بيكبرش في العمر بالسن ابدا ولا بالشكل. الانسان بيكبر في العمر بكتر الخبرات اللي بياخدها من الحياة والبلاوي اللي بتحصل معاه والتحديات، بيحس انه كبر عن سنه كتير قوي. مهما كان شكلك صغير مش باين عليك، ولكن خبرات الحياة بتبين لك قد ايه مدى كبر سنك وعمق تفكيرك، وخبرات السنين اللي انت بتاخدها بتديك طاقة نضج. فمش معنى ان انت نضجت يعني ان انت كبرت تبقى نضجت، لا، النضج شيء والكبر شيء تاني. بس في ناس هنا كبرت من الهم. عارفين لما نقول ان انتوا شلتوا هم اكبر من طاقتكم، فحسيتوا ان انتوا زعلانين على حالكم، او بتبصوا لنفسكم في المراية بتقولوا ده مش احنا، احنا كنا زي الوردة المفتحة مثلا، ده احنا كنا لو ما شلناش الهم ده او تعبنا من الاسحار والبلاوي اللي حصلت فينا ما كانش وشنا تأثر، او ما حسيناش بان احنا كبرنا 100 سنة. مش شرط على فكرة يكون وشك متأثر، لا، ده ممكن انت حاسس بنفسك انك بعمق القبر، يعني انت كبرت زيادة عن اللزوم فانت مش عارف تعمل ايه. يعني انا حاسس ان انا اكبر من الانسان ده سنا، عندي خبرات وفاهم عنه اكتر منه بكتير، لدرجة ان انتوا ممكن تبصوا في عين الشخص تكتشفوا هو كذاب ولا صادق. حبايب قلبي، انتوا هنا كبرتوا بالوعي، هم عايزين يوصلوا لك كده. ما تبصش في المراية وتقول انك كبرت عن سنك بشكلك، لا، او بسنك، لا، انت كبرت بالوعي، بالفهم، بالاختبارات اللي ربنا حطك فيها كتير قوي عشان تفهم بقى، عشان تفوق من السذاجة والبراءة اللي انت فيها، وتفوق من الحاجات اللي كانوا الناس بيستغلوك فيها. فاهمين ازاي؟ فانتوا هنا الكبر جاي بالوعي، بالادراك، بالفهم. عارفين لما هنا يقولوا لك بص في المراية دايما وانت بتضحك وانت مبتسم عشان ما تجذبش الطاقات ليك، طاقات الحزن، طاقات التفكير في الماضي، طاقات الكلام الحاد اللي انت كنت بتسمعه. يمكن ناس بتبص لنفسها في المراية وبتبكي، تفتكر حد جرحها بكلمة، تفتكر حد سحرها، تفتكر حد عمل فيها شيء معين، زوج تعبها في حياتها. ما تبصيش في المراية وانت كده، بصي دايما وانت بتضحكي عشان ما تحسيش بالهم، والمراية تعكس لك الهم ده في حياتك اللي انت عايشاها. كوني واعية، كون واعي، ما تفتكرش القديم، ما تخليش دماغك يكون فيها برومة طول الليل وبتفكر لدرجة دماغك بتكون هتنفجر، انك عايزة تسكت من كتر التفكير في الماضي. انسى الماضي بكل ما فيه، عيش الواقع، كن انت وما تكونش غيرك. خلاص، انت الماضي فات وعدى ومات، يعني اخدناها لكم ولا اعمل لكم ايه بالظبط؟ اعتبروا ان الماضي ده فات، عدى، انتهى من حياتنا. فاهمين ازاي؟ لان جاي لكم هنا تقفيل دايرة كرمية حبايبي، انتوا بتقفلوا دايرة الم ودايرة خسارة ودايرة ندم واكتئاب وخيبات امل كتير جدا، وبتكتشفوا حاجات حلوة في الحياة، بتكتشفوا ان انتوا لسه مرغوبين، محبوبين، بتكتشفوا ناس بالفعل يعني حواليكم بتساعد من غير شيء. فاهمين ازاي؟ اكتشافكم هنا انتوا بتكتشفوا سر الكون، جمال الكون بقى دلوقتي بعد ما اكتشفتوا خيبات الامل في الزمن اللي فات. خلاص، ننسى اللي فات ونرميه، ارمي بقى كله ورا ظهرك كده
وحاول انت ما تفكرش في اي كلام حاد كان بيتقالك، في اي نميمه كانت بتتقال عليك، في اي مؤامرات كانت بتحصل. ولا تحسب ان الله غافل عما يعمل الظالمون، ربنا حكم ربك هيكون اقوى، يعني حكم ربك عليهم هيكون اقوى. التغيرات اللي انت داخل عليها هي تغيرات سريعه، فكون على استعداد بذكاء، واطلع لي من طاقه الندم بقى وابتدي للنمو الروحي. لان انتوا هنا حبايب قلبي جاي لكم حاجات جميله، اللي كان بيسمع كلام حاد هيسمع كلام جميل، اللي كان اهدافه ضايعه هيلاقي اهدافه في الحياه، اللي كان مش شايف اللي حواليه هيشوفهم بعين البصيره. انت داخل على دائره مكتمله، نهايه نقدر نقول عليها سعيده للغايه. حب هيكون حب حقيقي بعد خروج من ذو اجسام، في حد فيكم هنا هيحصل معاه ده. اكتمال هيكون اكتمال مع اسره وعائله انت عايز تكتمل معاها، يعني كان اللي انت عايزه هيكون. رقم 10 بيتكرر، وده دايره اكتمال حبيبي. شيء او امر هيحزم معاكم، هيكتمل ليكم، هيحصل فيه طاقه سيطره. عارفين يعني ايه؟ كانك من بعد عدم النضج اصبحت ناضج زياده عن اللزوم. يعني انت لو امراه في سن العشرين، في سن الثلاثين، انت حاسه نفسك دلوقتي بالعقل والنضج ده في سن الاربعين، في سن الخمسين، بالنضج مش بالشكل، لان في هنا ناس بصل شكلها انه كبر عن سنها، بصل ان فاتها قطر العمر. لا، انت ما فاتكيش حاجه ابدا. ولو انت عندك 60 سنه هتتجوزي، فاهمين ازاي؟ يعني انت هنا لو عمرك 60 سنة 50 سنة فيما فوق كمان، لسه في ناس ترغبك. تتخيلوا يعني ان انتوا مرغوبين ومحبوبين في اي سن او في اي شكل؟ ودي لازم تحطوها في دماغكم كقاعدة. الانسان اللي دايما حاسس نفسه انه في طاقة الشباب بيفضل طول عمره شباب، والانسان اللي دايما شايل هم للدنيا وهم البكرة وهم البعده بيعجز قبل اوانه. فاترك الامر على صاحب الامر، فقط اشتغل على طاقة الحاضر زي ما بقول لكم دايما، واعرف ان المستقبل بيد الله، الحكم سيبه لله، لان انت هنا منتظر حاجة بشدة، والانتظار ده بيجلب مزيد من الانتظار. تسليم الامر بيخلي كل حاجة تتجلى في حياتك، زي ما بنقول دايما في التخلي بيأتي التجلي. في منكم داخل على مواجهة قوية حبايبي، ويمكن صراع او خناق، او حد بيتخانق معاكم هنا. انا شايفه حد ماسك في خناقكم ولا ايه بالظبط؟ في حد هنا داخل على حاجه صعبه شويه، بس المواجهه القويه دي هتكون بسبب صرصره عليكم، كلام حديث هيكون غير مقنع، هيكون بسبب تهور، هيكون بسبب ناس بتتكلم عليكم في ظهركم. في حد بيكتشف امر هنا وبيواجه كلمات قاسيه، ولكن يعني انت بتتصدى. يعني شايفة هنا مواجهة قوية، حد بيزعق، حد بيزعق تاني، انتوا فاهمين اللي هي في خناقة في النص هنا. طب انا اعمل ايه فيكو في النص؟ انا اعمل ايه؟ افضل واقفة ازاي انا؟ خرجوني انا بقى من الموضوع ده دلوقتي، عشان في مواجهة قوية هتحصل هنا، وفي حد فيكو هنا هيبص هيقول يلا بقى روحوا كلكم انا مش طايقكم بتاع. في حد فيكو هنا هيعمل الجمل بما حمل، يعني في حد هنا هيتخلى عن شيء معين هنا ويكتشف له حقايق، وهيترك الجمل بما حمل. يا انت فعلا عملت الطاقة دي، يا انت عملت كده فعلا، تركت الجمل بما حمل. لان في حد فيكم هنا كان معتمد عليه ماديا بطريقة رهيبة من حد، او حد كان مستغلك ماديا جدا جدا جدا، فكأنك هنا بتقول لا يلا بقى بعيدوا عني. عارفين اللي في حد بيبعد بالفعل هنا؟ لا، في حد بيعاند وفي طاقة صعبة هنا، بس الطاقة دي هينتج عنها تحرر قوي، او هينتج عنها سيطرة قوية، هتقدر تسيطر على مواقف عندك، وهتقدر انت تقود مواقف في حياتك. طيب ليكم للبعض هنا، للبعض عودة لشخص بيحبكم، والعودة هتكون سريعة، وهيبدأ معاكم بداية جديدة، وانتم ليكم القرار تقبلوا او ترفضوا. وللبعض عندك أمنية بتتحقق، يعني انت بتدعي بيها وبتتحقق، وبيحصل لك فيها فرصة جديدة، اما كانت وظيفة جديدة او فرصة مادية حلوة او ثروة مفاجأة
يعني في حاجة كده هتحصل لك كده من عند ربنا، هتتفتح لك فيها طاقات كتيرة جدا، وده زي بإرشاد إلهي، بحاجة إلهية هتحصل معاك عشان تطلع من خوفك، وتكتشف ناس مخادعين حواليك، وتشوف طاقة الحدس اللي جواك. الميلاد اللي جاي هو ميلاد للتغيير، هو حكم بالتجديد، هي البداية الجديدة. نقدر نقول الناس اللي هنا روحانيين قوي، بيجي لهم حدس وإرشاد، ناس من بذور النجوم وناس ملائكة أرض أصلا. عايزة أقول لكم كمان هنا أن أنتوا بتفكروا تاخدوا قرار مهم في حياتكم، والقرار ده مسبب لكم صراع داخلي، والقرار ده أنتوا هتاخدوا فيه الحكم الحاسم. عارفين أنا هعمل ده يعني هعمل ده، في حد عنيد هنا وعايز يعمل الحاجة اللي في دماغه، وكأنكم هنا للبعض، للبعض مش للكل، أرواح عنيدة في قصة حب للبعض، ان انتوا عايزين هنا طاقة الحب بأي طريقة، عايزين تعيشوا قصة الحب، ودي بالذات يعني يا ده يا مفيش. فاهمين ازاي؟ هو بتاع حزنبل، اقول لكم انا عايزة من ده يا حزنبل، انا عايزة من ده، فهو في حد فيكم هنا انا عايز حزنبل ده. انتوا فاهمين ازاي؟ حد هنا عنيد جدا في طاقة الحب، وانا عايز ده يعني مش عايز غيره، وفي حد هنا بقى العند ماسكه في انه يحصل على وظيفة معينة، او يحصل على شيء معين هنا، او طاقة مادية معينة وهحصل عليها. مش وحش انك انت تكون طموح للغاية، بس نمشي بحدود وما نتهورش في حاجات معينة، تمام؟ اما حاجة حزنبل بتاعكم اللي انتوا عاوزينه ده، يعني هو قادم، هو اصلا قادم، فيعني ما تحاولوش تعنده كتير، هو جاي هو جاي جاي. طيب نقول هنا الطاقة الروحية بتاعتكم بتجذب ليكم الحاجة اللي انتوا بتتمنوها، انتوا متواصلين جدا مع طاقة المصدر، سواء بقى عايز انت علاقة عاطفية او عايز عمل او عايز شيء، انتوا متواصلين جدا مع طاقة ربنا، مع طاقة الله. ربنا هو مصدر كل شيء طبعا، وان كنت تتواصل مع المصدر او تتواصل مع ربنا كده، اعرف ان انت اصلا كل حاجة في الكون هتجيلك بسهولة ويسر، ما انا بكون بجوار ربنا، فما فيش حاجة هتصيبني سيئة، كمان هيصيبني كل شيء حلو، هيصيبك السهم الحلو اللي هو النعم بتاعت ربنا، تمام حبيبي؟ فالناس اللي متصلة جدا هنا بالمصدر، ودي رسالة ليهم، قريبين قوي من ربنا، دعائهم مستجاب، عندكم دعوة مستجابة. فاوعى تستاء، اوعى انك تفكر ان دعوتك مش مستجابة، بالعكس هي مجابة وبتتدبر لك بإذن الله. كأن هنا ترقب فقط، انت ترقب الايام اللي جاية او الشهر او الاتنين اللي جايين، بإذن واحد احد في حاجة بتحصل معاك قوية جدا، بتغير طاقتك خالص، وبتغير طاقة المكان وطاقة العمل، وكل حاجة تتخيلها في حياتك بتتغير بحكم الهي، كأني ما شاء الله عليكم جايلكم تخطيط الهي، يعني كأن كده ربنا هو اللي بيرسم لك القدر القادم. الناس اللي هنا حبيبي يسموا بأم الأرض، يعني انتوا الام الكونية للارض، سواء كنت رجل او امرأة، عندك الطاقة الانثوية عالية، طاقة الحنان، طاقة الرعاية، تقدر ترعى نفسك واللي حواليك. كمان عندكم استبصار ومكشفات حلوة جدا بتتفتح لكم في الفترة اللي جاية، بسم الله ما شاء الله، تغيير قوي حبيبي، انتوا داخلين على تغيير وعودة الى دائرة مكتملة ونمو روحي، انتوا بيتعامل معاكم اعادة بلورة في حياتكم من الصفر للمية، عارفين يعني ايه؟ تطلع كده على طول. خلي بالكم اللي هيوصل لدرجة الوعي والنمو الروحي ده هيحصل له مكاشفات قوية، والمكاشفات اللي هتوصلك عايزة سرية تامة. يعني ايه؟ يعني انت هتشوف حاجات محدش بيشوفها غيرك، وهتشوف رؤى وهتشوف احلام، وياريت تبطل كلام، ما تقولش لحد، يعني مع نفسك شوف ايه اللي هيظهر لك، ايه اللي هيبان لك، ايه الحاجات اللي هتوصلك عن طريق الاحلام، عن طريق الحدس، ولو لقيتها بتتحقق معاك اعرف انك خلاص فتحت عندك البصيرة النورانية بقوة، تمام؟ وانك روحانياتك بتعلى بتعلى، وفي ناس هنا حبيبي منسوبة لنسب شريف، دي كذا مرة تجيلي، واكيد طبعا في ناس كتير بتتابعني كده، لان في ناس هنا منسوبين لاهل البيت، وفي منسوبين لنسب شريف، ودي تاني مرة او تالت مرة تجيلي في خلال اليومين دول، فاهمين؟ ففي حد بيتابعني بقوة كده، وفي حد هنا زي ما قلت لكم كده
في طاقة ملوك وصلاني، ناس خاضوا أكتر من تجربة وأكتر من حياة. وعلى فكرة ده بيوصلني كتير في الطاقة دي، لأن أنا أصلا اللي بيتابعوني أنا روحي بتجذب الناس الروحانيين، الناس الأولد سول أصلا اللي شبهي. يعني كأن مفيش حد هيدخل قناتي عشان تبقوا عارفين إلا وروحي بتجذبه. يعني إيه؟ يعني بيكون في من طاقاتي، في من الحاجات اللي عندي، سبحان الله ولا قوة إلا بالله، لأني أصلا قناتي مش هينجذب ليها الأشخاص الظلامية، هينجذبوا ليها الأشخاص اللي بيبحثوا يدوروا على الطاقة الروحية. فأنا أصلا روحي بتجذب الأرواح دي، الناس الأولد سول، الناس اللي عاشوا وخاضوا أكتر من تجربة، الناس اللي ليهم رسالة هادفة في الحياة، الناس اللي من عائلتي الروحية، لأني برضو أنا منسوبة لأهل البيت الحمد لله رب العالمين. في حاجة قوية هنا بتجذبكم عندي، وإيه اللي بيخليكم تنجذبوا عندي؟ إن أنتوا أصلا ليكم رسالة هادفة، وإنكم لازم تشوفوا إيه هي رسالتكم في الحياة، وإن أنتوا لازم توصلوا لدرجة وعي معينة وتعرفوا إيه الكائنات النورانية اللي حواليكم وبتدور حواليكم في الوقت ده وبتديكم الإرشاد الروحي. فأنتوا ليكم رسائل، ويمكن ليكم رسائل مزدوجة، إنكم ترفعوا وعي الإنسان، أو إنكم تدخلوا في طاقات تحفيظ قرآن، في طاقات علاجية، في طاقات شفائية، في طاقات كشف عن الأسحار، في طاقات بصوا شفاء من الأسحار، أي شيء تتخيلوا، أي شيء تتخيلوا، أنتوا ليكم رسالة هادفة، أنتوا تنتموا لعمال النور الأصليين، أنتوا مش من الأرض دي أصلا. الناس اللي بتدخل عندي هنا بقول لكم من عائلة روحية، من عائلتي أنا الروحية. وخدوا بالكم أنا بسميكم ليه عائلتي الروحية، لأن أنتوا عندكم مواهب قوية جدا تكاد أن تكون مرعبة، ولكن أنتوا مش حاسين بالمواهب الروحية اللي عندكم دي، مش حاسين صدقوني. هقول لكم الحاجة البسيطة اللي ممكن تأكد لكم أن أنتوا عندكم مواهب روحية. لو جيت في مرة اتكلمت وحاجة شغالة قدامك، أبسط حاجة هجيبها لك، انك انت ممكن تجيب نهاية فيلم من غير ما تحس ان هو الفيلم ده، تفهمين ازاي؟ من غير ما تحس ان هو النهاية دي، وتقول الفيلم ده هيخلص على كذا، وتلاقي ان الحاجة دي حصلت. هي الحاجة دي ما جاتلكش في دماغك من فراغ، فاهمين ازاي؟ هي ربنا اداك كده حتة من الغيب النسبي، مع انك لسه اول مرة تشوفه او اول مرة تعرف، او اداك كده النهاية حصلت في حياتك ازاي، جذبتها في 3 دقايق. طيب هديكم طاقة صغيرة، مثلا يعني انا بكتشف مثلا حد من اولادي ان هو روحاني، الاقي ولد يقول مثلا، ده مش انا يعني، انا بجيب لكم كمثل، ان ولد يقول انا نفسي النهاردة اشوف فيلم الفيل الازرق مثلا، اهو يبص يفتح التلفزيون يلاقيه جذبه في 3 دقايق. عارفين يعني ايه؟ دي طاقات روحية حبيبي، انتم مش متخيلين والله العظيم انتم ممكن تجذبوا ايه في حياتكم. شوفوا عارفين يعني، تكتشفوا ان الطفل ده روحاني من وهو لسه عيل كده، انه لما بيقول على حاجة بتحصل، في حاجة مورثة ليه. يعني شئتم ام ابيتم الروحانية بتورث، فاهمين ازاي؟ ورسالة الاجداد لازم تكمل، ففي حد هنا لازم يكتشف مواهبه الروحية بنفسه. وانا بجيب لكم ابسط الاشياء، تخيل بقى انت ممكن تجذب ايه لنفسك لو انت فكرت فيه، ولما تكون الطاقة الروحية عالية عندك زي كده، لان انت هنا في طاقة روحية كبيرة جدا، هتجذب بيها ليكم زواج، وهتجذب بيها علاقات جديدة، هتجذب بيها اتحاد، هتجذب بيها حب جديد، هتجذب بيها مال، في شيء جاي لك من السماء، لانك شخص هنا مرشد روحي للاخرين. كمل في رسالتك، خليك في عزلتك، يعني ما تحاولش ان انت تختلط بالناس كتير، لان طاقتهم سامة بالنسبة لك حاليا، انت في طاقة شفافة. واظن انتوا دلوقتي بتكتشفوا ليه انتوا منعزلين عن البشر، لان الانسان الروحاني او النوراني او الرباني سبحانك يا ربي، واحدة واحدة كل الناس بتخرج من حياته، الناس السامة، يلاقي نفسه ليه وانا بقيت وحيد كده، فاهمين ازاي؟ يلاقي نفسه انا ليه بقيت منعزل. صدقوني هتحبوا العزلة بعد كده، لان هتكتشفوا ان في العالم الخارجي هو كله غش، خداع، ضحك على الناس، يعني ناس بتضحك عليكم، فاهمين ازاي؟ بيغشوكم، ناس عايزة تحسد، ناس عايزة تحقد، تحس ان انت هتقول انا مش عايز حد يتدخل في حياتي، انا برتاح في العزلة، برتاح بعيد عن الناس، تحس انت تختلط بالاخرين، طاقتك بتختلط بطاقات سامة، بتحس انت بتستنزف طاقيا، انت عايز تقوم من مكان تهرب تجري، عارفين ازاي؟
كل الناس اللي بتخش في مجال روحي او في مجال الروح والعالم الاخر يحسوا ان العالم الكائن الخارجي ده خلاص مش عاجبهم، مش عايزينه، مش حابين الاختلاط قوي بالبشر، بيحبوا طاقة الوحدة اكتر. ويمكن يكونوا من كتر ما شافوا من البشر فربنا بيعزلهم عنهم، لانهم مختارين، لانهم نور، لانهم غير الاخرين. لكن التانيين بيكونوا طاقات ظلامية، ودايما بقول لكم الاكثرين ظلام، يعني الباقي كله ظلام. فبتلاقي مجموعة معينة كده ربنا مختارها بس تكون طاقات نورانية، وانتوا منهم حبايبي. اكتشفوا مواهبكم الروحانية بنفسكم، حاولوا تجذبوا لنفسكم الخير في الفترة اللي جاية، لان انتوا عندكم طاقة الجذبة عالية بطريقة رهيبة جدا، فاستبشروا الخير. انا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا رب اكون سبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.